كل قائم كجسد واحد وفكر واحد وجيب واحد وعقل واحد. فكل من ساهم في هذا الموقف الجلل، المغاربة كلهم اجتمعوا بقلب واحد أنهم يعني في كل المواقف الرجولية والبطولية دائما جبروا في المغاربة ومن زمان ماشي اليوم. والحمد لله احنا جينا نشوفوا هاد الناس ونعيشوا معهم هاد المأساة. فجينا وجبنا معنا المعدات كلها باش نواسيوهم بالأغطية بالأكل بالمواد اللي يحتاجوها. جبنا تقريبا شي 14 أو 15 الكاميو كلها يعني فيها هاد المعدات هذه.